زعقني من الدنيا. خطر ما لي زعقني. اليوم بالعيادة المتعددة الخدمات بحي القدس نلتقي بالطبيب هجر السيد أحمال في عملية تبرع بالدم لجمعية فصول وتنمية بمسعد. سيد الطبيب، ما هي أهمية التبرع بالدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا قبل كل شيء نشكر المبادرة من هذا من طرف الجمعية ومن طرف المستشفى اللي فيها شتاع مسعد بالاشتراك مع المؤسسه الجواريه لمسعد. هذا بمناسبه المولد النبوي الشريف. قامت الجمعيه بالمبادره منها ومبادره من عند المدراء تاع المستشفى باش نقيم هذا التبرع تاع الدم هذا في صالح جميع سكان تاع مسعد والمنطقه وجميع المرضى من اي منطقه. بالنسبه للتبرع بالدم، بالنسبه للشروط ولا شنو اهميه التبرع بالدم؟ اولا كل اهميه تاع التبرع بالدم على العلم العام والعلم الخاص والعام، ان كل انسان ينقذ نفسه راه ينقذ الامه جمعه. فهمتني؟ ما عندوش قيمه، ما عندوش حتى قيمه لا بالدراهم لا والو، هو الاجر تاعو يتولاه مع ربي سبحانه عز وجل. كنت قبل قليل قلت لي بيننا وبين اوروبا في المجال. اولا بيننا وبين اوروبا فرق كبير. اوروبا بالنسبه للدم يستعملوه في المجال الطب، لان مشتقات الطب مشتقات الدم تتقسم على اثنين يسموهم لي برودوي سونغين لابيل. هذو لي برودوي سونغين لابيل هما اللي رانا نعملو بهم هنا في الجزائر. مثل كيما نحو لواحد الدم احنا نقسموه على ثلاثه: الكريات الحمراء والكريات الحمراء الصفائح والبلازما، وكل ماده لها لي زانديكاسيون تاعها. هذه بالنسبه للتبرع بالدم. اما بالنسبه في اوروبا الدم يستعملوه سي دي برودوي فارماكوسيتيك، يعني يستعملوه لمواد صيدلانيه مثل الالبيمين، مثل لي فاكتور دو كواغيلاسيون، مثل الفيبرونوجين، مثل هذون لي برودوي هذون رانا نستوردوا فيه من الخارج بعمله صعبه، نشرو فيه من الدول الخارج. نعطيك مثال برك، الالبيمين برك نستعملوه في حالات بزاف مثل الفشل الكلوي، مثل الحوايج اللي خاصو الالبيمين اللي خاصو هذو المواد هذون. نستعملوا القرعه ما بين 450 درهم حتى 800 درهم في الوحده. وكاين مرضى هنايا اللي كمريض واحد ادانا فايت 40 قرعه هنا في مستشفى تاع مسعد. قال البيمين برك، لو كان عندنا القدره نتاع القدره بالنسبه للدول اللي منه ومنا يستعملوا الدم كصناعه صيدلانيه، وفي نفس الوقت يستعملوه كما راه نستعملوه هنا في الاطار تاعو، معناها نعطوه الكريات الحمراء، نعطوه الصفائح ونعطوه البلازما. هل في راي طبيب، هل المواطن له دور في هذا في العمل الصحي هنا؟ ولاو لازم نخدم العمل الصحي، لان نعطيك مثال برك، حنا برك الدم ما عندناش باش نروح بالدراهم، ما كانش برك كون تروح. خلينا الدول الغربيه والدول الاوروبيه فاتحه بنوك، فيه البنك فيه هذيك امور، لكن احنا ربي سبحانه عز وجل اكرمنا بالاسلام، اكرمنا بالانسان يخدم الاخره تاعو. ما عندنا احنا لا بيع لا والو. اما بتشري ما عندكش مين تشري الدم، لازم تكون واحد من برا. اما بالنسبه للمستوى الوطني ماناش لاحقين، بالنسبه على الاقل للنورم الدوليه، المعايير الدوليه بالنسبه للمتبرع. احنا عندنا مش نسبه كبيره اللي تتبرع بالجبال. كاين لانه التبرع ينقسم الى اقسام، مثل كاين تبرع فاميليال عائلي، يعود عنده مريض يجيب لك العائله تاعو، عنده عمليه جراحيه يجيب لك العمليه تاعو. وحنا حابين نحقوا لواحد النتيجه، ان الانسان يتبرع بدون ما عنده مقابل، معناها يلحق ثلاث شهور يتبرع. لان بالنسبه للمتبرع الشروط تاعو هي كالتالي: بالنسبه للسن من 18 ل 60. اما في فرنسا بركي نظرا في فرنسا وفي الدول الاوروبيه نظرا للنقص الشباب عندهم طلعوا في ليكالبلاج لحقوا 65. بالنسبه للمتبرع يتبرع في كل ثلاث شهور يقدر يتبرع، الا في الحالات الاستعجاليه ثمان شهور. بالنسبه للمتبرع لازم يكون في صحه جيده،
لازم هو يكون في صحه جيده خالي من الامراض المتنقله او الامراض الاخرى. بالنسبه للفحوصات اللي ندير بالنسبه للفحوص لي زيزامون بيولوجيك اللي نديروهم هنايا، حنا نديرو خاصه للسيدا، نديرو ليباتيت فيرا، ليباتيت بي و سي، ونديرو للسيفيليس. وكاين في دول منا وكاين في المناطق تاعنا تاع الجزائر اللي راه مع الحدود، ثاني يديروا بالنسبه للملاريا، معناها سي اوبليغاتوار هذو. اما بالنسبه لنا احنا حدنا هذو ربع، هذو ربع ربع اكزامو بيولوجيك نديروهم بل ما نمدوا لل، بل ما نمدوا للمريض نمدوا له اسمه. طبيب انت دائما راك تشرف على عمليه تبرع بالدم، كيف ترى اقبال الشباب هنا المسعدي هنا؟ والله العظيم شوف نحكي لك بالنسبه للمستوى الوطني، المستوى الوطني هنا في مسعد الحمد لله رانا لحد الان رانا قرب رايحين نلحقوا 2000، رايحين نوصلوا 2000 متبرع بالنسبه اللي جاونا للبياش تاع مسعد. معناها راني حضرت في ملتقيات منا ومنا وجاو جماعه من وهران، جاو خلينا من المدن الكبرى، المدن الكبرى فيها 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 فيها, فيها مستشفيات جامعيه ويشرطوا على المريض مهما كان المريض، اي راح يدخل يدير عمليه لازم يجيب 4 دونور. معناها بقوه الشرط، الشرط مالغري القانون يقول لك ان با دو كونتر، يقول لك ان با دو كونتر بارتي في ال بور لي دونور دو سون، با دو كونتر بارتي نورمالمون بور لي مالاد. يجي المالاد بحال يسجل يلقى دو، يلقى لي ما عندناش ثقافه تاع تبرع بالدم. ومين يجيبوا البرك الدوله من تجيب الدم؟ عاداش من تجيب؟ يا يتبرع السيد يا الحملات، يا حملات. اذا ما تبرعش السيد معناها ما عداش، لان المواطن من حقه يحب يتبرع لك ما يتبرع لكش، بصح المريض ما يستناكش، مش راح يستناك. المهم حاجه مليحه انا شرطت يشرطوا بها، هو يشرطوا ما عندهمش حل واحد، ما عندهمش حل واحد اخر، ما عندهمش حل خاصه، ما عندناش هذاك في اوروبا ولا في اسيا ولا اللي قال مثال باريك زعما صحاب او بوزيتيف يروح يشري ويجيب يا بنوك خاصة بالمستشفيات. كاين البنك، البنوك عندنا. بنوك بصح كلش مجاني، كلش فركي فركي اللي راح يتبرع، اللي راح يتبرع. وشكون عنده؟ عنده لي بوش دو سون، عندها قيمة مالية، عند لي برودوي تاع لي زاناليز، المواد اللي راح نديروا بها، اللي نديروا بها لي كونترول تاع السون، أنا خلصوها. الفيلم اللي راه خالص، الطبيب راه خالص، كاع ترى هذو كايتين، هذو كايتين راهم داخلين في الطب المجاني. اما في اوروبا لا، اوروبا يحسبها لك، يحسب لك شحال البوش، يحسب لك شحال البرودوي اللي دير به لي زيكزامون كومبليمونتير، اللي دير بهم لي كونترول، يحسب لك حتى الفيلم اللي راه دار لك الدم. راه كاين برك نقاش المشكل عندنا حنا في في قضيه التبرع، معناها في تنظيم الحملات تاع التبرع. والله احنا لا هو احنا شوف الحمد لله الحمد لله نترك بالنسبه للمسعد في اي وقت وين تخرج لومبيلونس يجي يناقش. رغم اننا حاولنا واحد الوقت، حاولنا باش نديروا التبرع، انه يجيب كي يجي يدير عمليه يجيب 4 من الناس هكذا، كما جابولناش يجي يدير العمليه. واغلب اللي راهم يجونا ما يجونا من المسعد، فهموا سي النسبة الكبيرة تاع اللي راهم يديروا العمليات راهم يديروا فيها من بعد. يحط لك المرأة هنا، يحطها لك هنايا، تلقاها في السيرفيس دو ماتيرنيتي تسحق 6-7 دي بوش، لازم تجري، ما عندك ما تدير، لازم تنقض هذا الاسم. وكل واحد اللي دار الخير ربي يسلكوا على الخير تاعه، ربي يأجل. طبيب، ونحن في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول للأمة ولل؟ أنا نقول لهم مبروك عليه، ما نقولش نقول لهم، نبارك على الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، ونقول لهم مكان وكل واحد بالعقيده تاعو، المسيحي راه مسيحي والاخر حنا ربي جابنا، ربي اكرمنا بالاسلام. لاحد الوزير لازم يفكر باللي الدنيا هذه ممر والاخره مستقر، لازم يخمم على هذه وش يدير هذا مكان. شكرا.